السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناتي قناه وصفات فدوى. اليوم ان شاء الله نتلاقاو باش نحضروا واحد الكيكه اللي سهله وكتجي رائعه، ننصحكم انكم تجربوها. هذه الكيكه هذه كما لاحظتوا هي على شكل قلب، وانا في هذه الكيكه تعمدت باش ما نستعملش الكريمه السائله باش تكون المكونات جد بسيطه وسهله للجميع. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والان باش نمروا لتحضير الوصفه. انا في هذه الوصفه قررت باش نصايبها بالجينواز، ولكن يمكن لكم انكم تصايبوها بالعجينه الحلوه اللي كسبق لي وشاركتها معكم في الفيديو السابق ديال تورته الحروف. غادي نخلي لكم رابط ديال الوصفه في صندوق الوصف. باش نحضروا هاد الكيكه هادي، اول حاجه غادي نقوموا بها هي نحضروا لا كريم باتيسير باش تبرد لنا. هنا حضرت لا كريم باتيسير ب 4 ديال البيضات. كنسبق لي وشاركت معكم طريقه تحضير لا كريم باتيسير، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ونأكد عليها، خاصنا نخدموا لا كريم باتيسير هي الاول ونوضعوها في الثلاجه حتى تبرد لنا مزيان. اما المقادير اللي غادي نحتاجهم باش نحضروا الجينواز، هنا عندي 4 ديال البيضات، عندي 120 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي 120 غرام ديال السكر سنيدة. انا هنا ما لقيتش سكر سنيدة الابيض، استعملت هذا الاسمر. انا في العاده كنستعمل الابيض، اول مره غادي نستعمل السكر الاسمر في الجينواز. وهنا عندي 20 غرام ديال الزبده دايبه. اول حاجه غادي نقوموا بها هي نضربوا هذا البيض هذا مع السكر. وهنا من بعد ما ضربناه مزيان، فهاد الاثناء هادي نكونوا سخنا الفرن ديالنا على درجه حراره 170 درجه. وهنا غادي نمروا باش نضيفوا هذاك الدقيق. نبقاو نضيفوا الدقيق، ومن بعد حتى غادي نضيفوا هذيك الزبده حتى الاخير. ودائما في الجينواز من كنا نخدموهم نحاولوا باش هكا نطلعوا يدينا باش ندخلوا فيهم واحد الكميه ديال الهواء. هنا كما لاحظتوا هذيك الدقيق هذا كندمج لنا مزيان، ما بقيناش نشوفوه. عاد غادي نضيفوا هذيك 20 غرام ديال الزبده الدايبه. من بعد غادي نوضعو في الصينيه. انا هنا عندي صينيه صغيره، غادي نديرها في جوج تاع الصينيات، واذا كانت عندكم صينيه كبيره ديروها في صينيه كبيره، لان هذا المقياس هذا كيكون ديال واحد الصينيه اللي فيها 30 سنتيمتر في العرض عفوا و 40 سنتيمتر في الطول. هنا من بعد ما وضعناهم في الصينيه غادي ندخلوهم الفران، ما غاديش ياخذوا لنا بزاف ديال الوقت، غادي ياخذوا واحد 10 ديال الدقائق صافي، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا من بعد ما خرجنا هذوك لي جينواز من الفران خليناهم يبردوا واحد شويه. انا هنا ما عنديش المول ديال القلب، سواء ترسموها في واحد الورقه ولا انا هنايا خرجتها بلا امبريمونت. ومن بعد غادي نقطعها بالمقص باش عاد ندوزو للمرحله الجايه. هنا غادي نحاولوا باش نقطعوها في الجناب.
هنا غادي نمرو باش نديرو نفس الشيء للجينواز الثانيه. وهنا من بعد ما قطعت هذوك يعني القلوبه الكبار غادي نمرو باش نديرو هاد الثقب اللي غادي يجي في الوسط. هنا غادي نديروه يعني غادي نقطعو الشيء الاخر وغادي نوضع القلب الصغير هنا في الوسط باش نقطعو بالمسمار الاخر. هادو ما غاديش نرمي بهاد هاد البقايا ديال هاد الجينواز، هذا ما نرميوش، هذا اللي الشكل ديالو زوين غادي نحتفظ به ونعدل به واحد الكيك اللي صغيور. واما هادو اللي في الجوانب يمكن لكم انكم تفتوهم وتخلطوهم مع الكاناش ديال الشوكولاتة الابيض او الاسود وتزيدوا تديروهم في نواة كوكو، كتعطيهم هذاك الشكل دائري كتجي زوينين حتى هما. من بعد ما وجدنا الجينواز ديالنا الان غادي نمرو باش نحضروا الكريمه. فهاد الكريمه هادي غادي نحضروها بلا كريم باتيسيير كما سبق لي وذكرت لكم في بدايه الفيديو. استعملت 4 ديال البيضات باش يعني 4 صفار البيض باش حضرت هاد لا كريم باتيسيير. وهنا عندي 100 غرام ديال الزبده، غادي نوضعوا هاد لا كريم باتيسيير في الجراد. الا كنتو ما باغيينش تستعملوا الزبده يمكن لكم تكتفيو غير بلا كريم باتيسيير، ولكن ضروري ما تزيدوا فيها واحد جوج معالق ديال الزبده ملي تكون سخونه باش تذوب فيها، ومن بعد من تبرد يعني تخدموها غير واحد شويه وتزينوا بها الكيكه ديالكم بلا ما ديروا هذه المرحله هذه. يعني هذه المرحله ماشي ضروريه يمكن لكم تستغناو عليها. هنا وضعنا الكريم باتيسيير وغادي نضربوا فيها ومن بعد غادي نضيفوا لها هذه الزبده. هنا غادي نوضعوا هاد الكريمه في الكيس الحلواني في لابوش، ومن بعد غادي نوضعوها في الثلاجه واحد المده الوقت اللي غادي نحضروا فيه السيرو باش نسقيو الجينواز ويبرد لنا واحد شويه. هنا وصلنا لاخر مرحله واللي هي المرحله ديال المونتاج والتزيين. وانا هنا استعملت السيرو، درت شويه ديال الموست فيه جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الفريز. هنا غادي نوضعوا الجينواز الاول وغادي نسقيوه بالسيرو اللي وجدنا. وغادي نعملوا نفس الشيء لهاد القلب الصغير. وهنا غادي نمرو باش نوضعو الطبقة الثانية ونزينوها بالكريمة بنفس الطريقة. وهنا باش نزينوهم انا اختاريت نزينهم بالفواكه او بالمورانغ. المورانغ كان بقالي بياض البيض من استعملت لا كريم باتيسيير من حضرتها، ولهذا
حضرت هاد لي مورانغ هادو وزدت لهم الملونات الغذائيه. كيبقى التزيين دائما على حسب الاختيار، كل واحد يقدر يستعمل اللي بغا. الفيديو ديال اليوم وشك على الانتهاء، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بكل ما هو جديد من وصفات سهلة وسريعة، ونضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.